المصلحات الكبرى ميناء نفيضة اللي هو بتاع المياه العميقة مشروع من قبل الثورة. وهنا لازم نتحدث على لا كونتينيوتي دو ليتا، استمرارية الدولة في إطار مشاريع إصلاحية كبرى، والواقع الاجتماعي اللي احنا نشوف فيه هو نتيجة. إذا أنا ما نستغربش ونتحدث مع المواطنين القاري برشا وشوي، بالعكس أحيانا يبدأ يضحك. شوفوا وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش يركبوا، وهنا معذرة للسي مكي، يركبوا ليس فقط الحكومات، حتى للبرلمان نفسه. آخر فيديو شفته تركيب نتاع مسرحية على ودعاء، واللي أنا ما نحبذوش بالطبيعة لأنه فيه نوع من مس، لأنه أيضا يقول لك ما هو دور التشريعي في مجال الإصلاحات الكبرى، ما هو دور النائب من المنطقة نتاعو اللي ربما انهارت، اللي يترشح ما يعرفش المنطقة نتاعو، ما يعرفش أخي سيدي يوسف وين جد، وما يعرفش فيها الماء صالح للشراب ولا ما يعرفش ان ولايه الشمال الغربي على سبيل المثال يعوزها الماء صالح للشراب وهي تخزن البراجات قدامه. اذا انا نعطيك رقم اخر فقط، ولايه مدنين فيها 5242 الف هكتار ارض اشتراكي، تحب تعمل اصلاحات كبرى سوينا وضعيه ارض اشتراكي، لانه يستحيل باش واحد ينجم يستثمر في الجنوب التونسي في ارض غير واضحه الملكيه لانها ارض اشتراكي. وهذا اللي صار سي عز الدين في حكايه العين السخونه. حاجه اخرى لازم نفهموا، بعض المؤشرات الاجتماعيه لها علاقه بالبعد الاقتصادي. الكاف سيده الكريمه فيها صافي هجره سلبي. شو معناها صافي هجره سلبي؟ اي انها مهدده بالتفقر السكاني. يعني عندنا ولايات سي عز الدين والخيان واردين بشويه بشويه قاعدين ينقصوا من عدد السكان، الخارج اكثر من الداخل. كان نشوفوا الشباب نتاعنا الخارج حارق ويحب يرمي روحه في البحر، واللي عنده نية الخرجة بما فيهم يخدم وما يخدمش، العاطل على العمل يحلم انه يخرج، وحتى اللي هما قاعدين يخدموا واللي طاحوا من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة هما بيدهم ولا يحلموا بالخرج. اذا بالنسبة للواقع الاجتماعي ما ثمه ستاند ديسكور، هذا اللي ريناها كل من سادة الرؤساء وناقفوا لتونس ونحطوا نكسوا السنتورة مع بعضنا وغيره، لا وجود لإجراءات ولا وجود لإصلاحات سواء كبرى أو صغرى أو ما يسمى بالإصلاحات الاستراتيجية. ما عندناش حتى رؤية باش نجموا نخدموا شراكة بين المعارضة والحكومات المتعاقبة على ضوء مش... وهذاك علاش ما تنجمش تشد حد. أنا نعطيك بمقاربة موضوعية علمية، ما تنجم تحاسب حتى حد، لا يمكن أن تحاسب المعارضة باعتبار شنية المشروع القانون الذي قدم في البرلمان متعلق بالعدالة الجبائية. شنو المشروع القانون؟ انا نعدي مشروعي وخلي عطلوه الناس. اذا نحكي لك على مش رايي انا، نحكي لك على الراي العام. عندما تتحدث مع شخص يكسر الحجر الصحي وتقول له ودي علاش كسر حجر صحي، يجبد سكينه سامحني قد هكا حاطها بجنبه ويقول انا نحمي قوت ولادي. انا جايك لتو وصلنا الغاد، انا جايك لتو في الطريق ثم ناس اللي هي مكسر الحجر. هل هو تحدي للدوله؟ تحدي للدوله لان مقياس العداله الاجتماعيه غاب تماما، وهذا كان الاشكاليات. اذا الواقع الاقتصادي عنده تداعيات كبيره جدا على الواقع الاجتماعي، وقلناها اذا كانت الثوره الاخرى تعديت سالمه الثوره المقبله ستكون طوفان تدفع بالجميع من عشوينا. واضح نمشي ولا يقدر علينا ان شاء الله ما ناخلطوش الطوفان. لا تؤخذ الدنيا بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاب. احنا عندنا مؤشرات، هذاك علاش سامحني في الكلمه لسوسيولوج بارفوا سواء اذا كان نحبوا نستوعبوهم ولا نخلوهم على مارش، لان احنا نقراوا المؤشرات ونقول لك انا كان اتنقل نلقى واحد يحمي في النصبه بتاع الطابونه نتاعه والخبز وحاط تحتها سكينه، واللي يبيع طيش في المواطنين يشوفوا فيك تو، اللي طيش في الدلاع نتاعه ويفشخ فيه، واللي يتكلم على الرشوه جهارا نهارا من دينار من دنوس الى 300 مليون، لما شاب يحب يعمل مشروع ويتعطل عام وعامين واثنين وثلاثه باش ياخذ القرض نتاعه، وقت يقول لك اللي لازم ندفع شطره انا يعني رشوه، وقتها تولي ثم اشكاليه.